فضيلة الشيخ وفقكم الله، جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. يقول: ما المقصود فإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه؟ يعني لا تخلوا لهم الطريق يمرون، خلوهم يجون مع الطريق الضيق، وأنتم خذوا أغلب الطريق وأوسع الطريق. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.